من انتفاخ تحت العين من الهالات السوداء، سواء كتكون بطريقة أو عبارة أو علامة على مرض أو إرهاق أو قلة النوم أو مشاكل، فاللي كتبان لنا على الوجه ديالنا، ومنه أنه كتأثر لنا كذلك على يمكن جماليات أو اللباقة ديال المكياج ديالنا تحت العين. فالمعرفة مجموعة ديال الطرق الصحيحة والنصائح الملائمة لكل سيدة على حسب المشكل اللي كتعاني منه تحت العين ديالها ولا في المحيط ديال العين ديالها. كنصدفوا الأخصائية شامة. أهلا شامة. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. بخير على خير. الله يكبر بك. إذا قبل ما نبدأ وغادي نفكر مستمعينا ومشاهدينا كذلك بالرقم ديالنا 05 35 40 11 12 لأي استفسار، لأي مداخلة تقدروا أنكم أو أي سؤال تسولوا الأخصائية بخصوص الهالات السوداء أو انتفاخ تحت العين أو المشاكل اللي كتكون عندنا في لازون ديال العين ديالنا. إذا بداية للا شما، إحنا كنعرفوا أنه يمكن بزاف ديال الأسباب منها النفسية، من قلة النوم، الإرهاق، الناس اللي تستعملوا يمكن الحاسو في العمل ديالهم فكيأثر لهم على العين ديالهم. ففي البداية هذا المشكل هذا عنده حل على ما أظن من غير الناس اللي عندهم يمكن بالوراثة، خصوصا الهالات السوداء. نعم نعم، حتى الناس اللي عندهم وراثة هما يعني نعطيهم أمل، نديرو مجهود. نعم نديرو مجهود تماما، نقدروا نديرو مجهود. وكاين عاوتاني نظام غذائي، التليفونات دابا ولينا كنشدوهم بزاف. كاين عاوتاني عدم العناية بديك المنطقة، يعني حنا دابا بعض المرات كنديروا الماسك وكنقولوا ما خصناش نلحقوا تحت العينين، وكنساو يعني كنديروا الماسك وكنساو هذيك البلاصة، يعني صافي كنغسلوا وجهنا وكنساو البلاصة. هنا خص يكون الترطيب العميق في هذيك البلاصة، خص يكون المساج، يعني إلا كان الترطيب العميق والمساج هنا كنقولوا احنا تهنينا من التجاعيد. إلا كان ديك البلاصة ديما ناشفة ما كنديروا ليها لا سيروم لا زيت لا حتى شي حاجة، تما كينوضوا لينا التجاعيد وكتبدا تكمش لينا وكتولي تزرق. علاش؟ لأن ما كاينش العناية. زائد كاين واحد الحاجة أخرى، هي أن بعد مرة السيدات كيديروا ليكرون توتال وما كيلحقوا ما يلحقوش لتما. خاصنا نديرو حتى تما ليكرون توتال، علاش؟ تما كتزرق لينا، يعني كيولي عندنا الخدود بيضين وتما هنا فين كيبان اللون أنه راه زرق. نعم. غير هو ديك البلاصه سورتو شامه بالنسبه لي من تحت عينينا مباشره، ديك البشره رهيفه وحساسه بزاف، كنظن بانها خاصها عنايه خاصه وواحد الحذر باننا ما نديروش اي حاجه بالنسبه ليها. مثلا حنا غنبداو باول خطوه هي بالنسبه للهالات السوداء اللي كيعانيوا منها مجموعه من النساء كيف ما ذكرت زميلتي، سواء مرضيه ولا نفسيه ولا غيرها. كيفاش نحاولوا الا ما بغيناش كاع ما قديناش يزولوا ولو يخفف داك السواد من تحت العينين؟ نعم، هو باش غادي يزول هي الا تبعنا مثلا نظام غذائي مزيان، شربنا الماء. ولكن حنا دابا ولينا ما نقدوش نستغناو على التليفون، يعني شويه صعيبه. ولكن غادي نحاولوا نعاونوا بالوصفات اولا بلي كريم، يعني ما نقدو ندخلوا حتى لي كريم. بالنسبه مثلا ديك البلاصه قلتي حساسه، بصح ولكن خاصها عنايه. يعني ملي كنكونوا مثلا غادي نديروا زيت اولا غنديروا سيروم اولا كريم طبي، يعني ماشي كنديروه في الصباح كنغسلوه كنحكو، حنا كنديروه وكنديروا مساج خفيف، ما كان ماشي كان كيفاش نقول لك ماشي كان ماسيو، كنحاولوا غير كنبحث طبطبة على ديك البلاصه تكون لي واحد المده ديال 3 سكوند ولا هذا، كنحاولوا نديروا هذاك لو مساج ديالنا. وملي كنجيو في الاخر ديال العين ديالنا ديك الساعه عاد نقدروا نجبدوا البلاصه اللي كيكون في دوك الخطوط ديال التجاعيد اللي كيكونوا عندنا تحت العين. يعني كنفوت في المنطقه الرطبه الشيشه، نزيدوا شويه وتما نقدروا نجبدوا هذاك السيروم ديالنا اولا ونخرجوه بحال غنخرجوه جيت الشعر. واضح شامه ديال شعرنا. نعم شامه، غادي نمشيو نستمعوا للمكالمه مع سي محمد من الكنا. السلام عليكم سي محمد. الو الو الو، السلام عليكم. انا سلام جلال، صباح مبروك. الله يبارك فيك سي محمد. احكي لي على لاباس. اللهم لك الحمد. تفضل، كنسمعوك سي محمد، عندك شي سؤال بالنسبة لفقرتنا فقرة الجمال؟ نعم. عندك شي سؤال بالنسبة لفقرة الجمال والأخصائية الجميل؟
ما كنسمعش بزاف الساده. كنتمنى بانك تعاود تجدد بنا الاتصال دائما على رقمنا 0535 40 11 12. بالنسبه للناس اللي بغاو يسولوا لاله شمع النقود اخصائيه التجميل بالمواد الطبيعيه، وكنتكلموا موضوعنا اليوم على كيفاش نعتنيوا بالعينين ديالنا بطريقه طبيعيه واللي متوفره عندنا دائما. حنا ما كنقلبوش على شي حاجه بشويه عاد نجريوها ولا هذا، ولكن متوفره عندنا في الدار بطرق اقتصاديه. كنا كنتكلموا على بعض الوصفات والطريقه كيفاش نديروا حتى هاد المساج بالنسبه للعينين والهالات السوداء. وصلي الى الشمع، تفضلي. نعم، قلنا ملي كنديروا هذاك لو ماساج غادي نعطيهم دابا باش غيديروا الماساج. نبداو بان سيروم، السيروم باش غيصوبوا في البيوت ديالهم غادي يحتاجوا الزيت ديال اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو كنعرفوا على انه غني بلا فيتامين او، رائع للهالات السوداء، غير هو بوحدو راه كافي. بوحديتو. نعم، زيت اللوز الحلو، زيت الورد. زيت الورد هنا غندخلوه لانه كيبيض لنا المنطقه، يعني غادي يكون توازن بين الزيوت. وغادي نحتاجو هنا زيت ديال الجوجوبا. غادي نديرو جوج القطرات يعني كبسولات ديال لا فيتامين او. ما نقولش لك زعما هذا السيروم الى جربوه السيدات غيريح ليهم الانتفاخ، غيريح ليهم العين ديالهم. ويقدو يديروه فوق العين، يعني الفوق فين كنديروا البوبيير، ونديروه لتحت بلاصه الهالات السوداء. وحنا كنديروا ديك الطبطبه على البلاصه اللي حساسه، وكنديروا المساج ديالنا كيف قلت لكم حتى كنوصلوا للصفر ديال العين، وكنجبدوا يعني المساج كنجبدوا حتى بحال كنخرجوا دوك التجاعيد. نعم، وشحال من فوقاش نديروه بالضبط؟ حنا دائما كنخافوا على بالي زعما يزيد يدير لنا شي مضاعفات واحده اخرى. واش نديروه في الصباح في الليل؟ شحال المده؟ غادي نعطيك العبار ديال هذا باش يصوبوا، يبقى لهم واحد المده ديال شهر. يعني هذا السيروم يبقى لهم مده ديال شهر. نقدروا ناخذوا 4 المعالق ديال الكبار ديال زيت اللوز الحلو، 4 ديال زيت الورد، و4 ديال جوجوبا. جوج كبسولات ديال لا فيتامين او. هادو غنخلطوهم مزيان، كنخليوهم في شي قريعه اللي غتكون غامقه اللون ديالها غامق. نعم. وفي شي بلاصه بارده، يعني في درجه الحراره عاديه. نعم، دابا الجو بارد. دابا الجو بارد. نعم، غير في درجه عاديه. نعم. نقدروا نديروا 20 دقيقه في الصباح الى السيده عندها الوقت، 20 دقيقه في الصباح، ولكن تغسل وجهها مزيان. و 20 دقيقة في الليل، وهي كدير كيف قلت لكم ماساج وترولاكسا، يعني تعطي واحد شوية الوقت للعوينات ديالها وترولاكسا، وإن شاء الله يجعل الله خير. غير هو واحد القضية في الصباح إلا كانت غدير 20 دقيقة تغسل مزيان، وفي نفس الوقت ملي غتبغي دير الكونسيلر راه غيطلع ليها زوين. علاش؟ لأن ديك البلاصة رطبة ويعني عطيناها واحد الترطيب. نعم. دونك اسمحي لي يا اسلام، دونك حتى الناس اللي عندهم مشكل ديال الجفاف تحت العين غادي تنفعهم هذه الوصفه. تنفعهم بزاف بزاف بزاف، خصوصا في هذه الوقيته ديال البرد اللي كيكون مشكل ديال فلازون ديال العين كامله. وكاين اللي كنشوفوا ناس تيوقعوا لهم حتى التهابات في هذه الوقيته هذه. يمكن بكثره زيوت علاجيه، يعني غادي تنفعهم بزاف الحوايج. نعم. واش يقدروا يستعملوها حتى بحال ديماكيون بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من ديماكيون ابار؟ دي ماكيون يقدروا يديروا لالوي فيرا، جيل ديال لالوي فيرا، ويديروا معاه زيت جوجوبا. زيت ايش؟ جوجوبا. جوجوبا. هذا دي ماكيون طبيعي. غيرطب لهم المنطقه، في نفس الوقت راه زوين، غيخلي لهم واحد لابريونس، يعني حتى في الهالات ما غيبقاوش يبانوا شاحبين، لان كنشوفوا بزاف الانواع ديال الهالات السوداء. هذاك تقدر ديماكي به وجهها كامل وحتى الهالات السوداء. غير هو بالنسبه شمايله سمحتي، هذه الوصفه هذه كيف ما بغات تكون نوعيه ديال البشره ديالنا، ولا كاين اختلاف من البشره الاخرى؟ لا، كيف ما بغات تكون نوعي، لان ما كيكونش عندنا في هذيك المنطقه الحساسه بالضبط، ما كيكونش عندنا فيها مثلا دهنيه او لا حساسه، صافي. يعني كتبقى دائما هي ناشفه، واخا يكون وجهك ميكس ولا يكون يعني دهني او لا جاف، هذيك البلاصه خاصها العنايه، كتنشف وكترجع. وهذه الوصفه هذه كنتمنى المستمعين يجربوها، سواء كانوا رجال وحتى رجال بعد كنشوفوهم كيعانيوا من هذا المشكل ديال الهالات السوداء، يمكن هم يديروا هذه الوصفه هذه اللي قلتي بانها كتعطي واحد النتيجه فعاله. والوصفه اللي عطيتينا كتبقى لنا شهر، وشحال المده اللي يمكننا وحنا كنديروا باش تبان لنا واحد النتيجه اللي تكون مرضيه؟ من شهر الفوق ولا شحال؟ بحال هكاك شهر شهرين بحال كتبان لهم النتيجه، الا داوموها بانتظام وحاولوا يزيدوا من
كل نهار الى حاولوا هما حتى يزيدوا من عصم يشربوا الماء ياكلوا الاغذيه الصحيحه يعني سليمه هنا غادي يعاونوا. نعم غير هو بالنسبه دار مثلا دوزنا واحد المده وبانت لنا واحد النتيجه واش ممكن يعاود يرجعوا لنا هاد الهالات السوداء ونعاودوا نديروا نفس الوصفه شما الا سمحتي؟ نعم كيرجعوا الهالات السوداء ديما كيرجعوا احنا حياتنا كلها تعب ستريس اللي هو مشكل كبير اللي كيخدم بالبيسي ويعني بزاف المشاكل علاش حنا خصنا يكون عندنا الترطيب العناية دائما خصها تكون ماشي غير في شهر ولا شهرين. نعم يعني احنا غاديين وكنكبروا يعني غاديين وكيصيروا فينا التجاعيد غادي تزيد تغمق لنا المنطقة غادي تنفخ لنا يعني خاصنا يكون عندنا خاص يكون عندنا واحد الثقافة. نعم نعم يبعدوا على الكخان اللي كيكونوا مثلا الكخان اللي ماشي مناسبين لهذيك البلاصة وكتزيد تضرهم وكتخرج ليهم بحال تلال أولا كتخرج ليهم مثلا ديكيس صغار كيكونوا ديكيس صغار هادو كيكونوا من ديكخان كيكونوا فيهم كورتيزان كورتيكويد يبعدوا من هادوك من ديك المنطقة يعني هذيك البلاصة يديروا لها حاجة طبيعية أولا يديروا شي حاجة ماشي شي حاجة موصي بها الطبيب. نعم بالنسبه للناس اللي حتى هما كتكون عندهم بعض سورتو النساء اللي مثلا كيجيهم بحال الكحوليه جهه العينين يمكن لهم حتى هما يديروا هاد الوصفه هادي لان كيكون قراب بعض المرات الهالات السوداء. نعم غادي نعطيهم وصفات اخرين ان شاء الله باش غادي يزيدوا يعاونوا حيت كاين بعض السيدات ما كيبغيوش الزيت يعني ما كيبغيوش السيروم يقدروا يديروا الوصفة يعني الوصفة هنا نقدر نعطيهم هذه الوصفة اللي زوينة بزاف وعندها يعني نتائج زوينة كنحتاجوا فيها اللوز مطحون اللوز مطحون اللوز الحلو دائما اللوز الحلو غادي يحتاجوا ثلاثة قطرات ديال الفيتامين او فقط غادي ناخذوا داك اللوز اللي طحنا غنديروا معاه لا فيتامين او اللوز كيفرز لينا واحد الزيوت يعني واحد الماده كتفرز ملي كطحني ناتشورال يعني بيدك كيخرج منه واحد بحال الزيت هذاك هو الدواء اللي في هذاك اللوز المطحون غادي نزيدوا عليه لا فيتامين او غنخلطوهم ونحطوهم على بلاصه الهالات غادي يقلل لينا من الانتفاخ وغادي اللون ديال ديك البلاصه ما غتبقاش سوداء ومنين نبغيو نغسلو هاد الوصفة نحاولو ناخدو دي غلاصون يكونو منسمين مثلا بابونج ولا خزامة أولا ولي غلاصون ما غنديروهمش مباشرة على المنطقة يعني ديال الهالات السوداء غناخدو واحد مثلا كلينكس نحطو فيه ديك لي غلاصون وندوزو وحنا كندوزو حنا كنديرو ان مساج خفيف لا تحت العين لا فوق العين وكنخرجو كيف الطريقة اللي قلت لكم دائما منين نبغيو نساليو ندورو على العين كاملة ونخرجو جهة الشعر. وضروري ما خاصنا نديرو هاد المساج ورغم ان بعض المرات الناس كيعكزوا على هذا الشيء هذا كدير غير الكريم ولا شي حاجه ولا حتى بعض الزيوت الطبيعيه تيقول لك لو انا درته ما دارش ليا فعاليه وما دارش ليا واحد النتيجه ولكن نديروه ونديروا مساج ونحترموا المده اللي ذكرتي لينا. نصبروا عليه تمام حيت هانتي لما درتي شديتي باش الناس يفهموا اكثر شديتي كريم ودوزتيها هانتي غير يتخيلوا معايا شدوها ودوزوها على عينيهم وخلاوها ما داروا لا طابطابا لا ما داروا لا حتى شي لا مساج لا حتى شي حاجه. ما تعطيش ما غاديش تعطي علاش كيقول لك الكريم لا في البشره ولا هذا خصك تماصيها باش تدخل المسام راه كاينين المسامات تما يعني خاص مساج خفيف هي كدهن داكشي اللي غاتدهنو دير به مساج خفيف. واضح لاله شامة كنتمنى بان عطينا المامه بالنسبه للهالات السوداء مازال شي وصفه بالنسبه للهالات السوداء باش ندوزو لحاجه وحده اخرى الا سمحتي. واه غادي نعطيهم هاد الوصفه وهاد الوصفه زوينه بزاف هي للتجاعيد اللي كيكونوا في الهالات يعني تحت العين. نعم غادي نحتاجوا صفر ديال البيض بلدي صفر ديال البيض بلدي ومعلقه ديال الزيت اللوز غادي نخلطوهم مزيان غنحطوهم على البلاصه اللي عندنا ديال التجاعيد غادي يحسوا على ان بدات كتجبر يعني كتكرم ملي غيكون زعما ملي غتكرم وغتسالي غادي يغسلوها يعني ما يحاولوش يفركوا غير بيغسلوا مدافي نعم مدافي تماما بالمدافي ومن بعد ديك الساعه يعاودوا بالماء بارد ويديروا ان سيروم وراه ولا يديروا الكريم ولا اللي عندهم هما متوفر. هذه بالنسبه قلنا هذه بالنسبه للتجاعيد اللي كتكون من تحت العين ضروري قلتي بان كنديروا اللوز
اول حاجه اللوز مطحون وصفار ديال البيض بلدي ماشي اللوز مطحون لا زيت اللوز زيت اللوز معلقه صغيره زيت اللوز حيت قلتي البيض اللي كيدايبس صفار ديال البيض وزيت اللوز البلدي حتى هو نديروه ياك هادوج مكونات سهلين وبساط كنظن اللي متوفرين عندنا في المنزل. انت بما انك تكلمتي على صفار ديال البيض كنشوفوا مجموعه الوصفات بالنسبه للتجاعيد وكنظن واش نفس الحاله بالنسبه لهاد التجاعيد تحت العين كيديروا البيض نتاع البيض كيقول لك بحال كيدير لنا واحد لافي ليفتينغ واش هذه يمكننا نجربوها بالنسبه للعينة ولا لا؟ مزيانه ولكن انا عطيتهم هذه ديال الصفر يبدلوا شويه البيض هذه خاصه لديك بلاصه رطبه البيض غادي يزيد البيض كيزيد كيفاش نقول كيكرم بزاف يعني مازال بيض البيض نعطيه لهم يديروه مثلا للنقط السوداء البشره ديالهم بيض البيض مع الشوفان مطحون هنا غادي يعطيهم واحد الافي زوين بزاف للبشره ديالهم ولكن الهالات السوداء ننصحهم يديروا صفار البيض شويه مع زيت اللوز الحلو ويخلطوه مزيان ويديروه وهذا يبقى لنا مده طويله ولا غير كنديروه صافي ما كيبقاش عنده فعاليه زعما باش نحتفظوا به لا تصوبي بالنهار بنهار لا كل هنا شحال البيض فيه البيض الوقت كنظن ما غاديش ما غيصبرش لينا بزاف ديال الوقت نعم تماما ممكن من تكلمنا على التجاعيد تكلمنا على الهالات السوداء وكاين الانتفاخ اللي كيكون من تحت من العينين واللي تعاونوا منه مجموعه من الناس ودابا كنشوفوا حتى وليدات صغار اللي كنلقاو عندهم داك الانتفاخ كما ذكرتي بدايه الحلقه كنشوفوا الوليدات في لي طابلات ديالهم في التليفونات لي بي سي وتا هو كيكون تاثير مباشر على العين كيفاش نحاولوا نقللوا ولا نزولوا هذا الانتفاخ لالا شامه نعم هاد الانتفاخ هو كيف قلتي خاصنا نقللو من 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 التعب يعني باش ينقص لينا الانتفاخ خاص التعب ينقص ولكن غادي باش نعاونو ونحاولو نديرو وصفات ولا نديرو ديك خيم هو تا الطريقه ديال الثلج اللي قلت لك مثلا السيد الصباح بالبابونج نعم وناضت ولقات يعني الانتفاخ وباغا دير الميك اب تاخذ كلينكس دير فيه هذاك الثلج يعني هذاك الكلاصون ودوزو على عينيها غادي يتفش ليها شويه ومن بعد تدير مثلا تبغي تدهن تدير واحد شويه ديال زيت الكوكو او لا وعاد دير الميك اب ديالها وضروري كناكد على وقي الشمس ضروري خصو يكون بالنسبه للوصفه هنا اللي كتقلل لينا من الانتفاخ غادي ناخذوا الالويفيرا نعم وغادي نحتاجو لزبدة الشيا نعم الويفيرا وزبدة الشيا وغادي نديرو زيت بذور العنب زيت بذور الالويفيرا والشيا وزيت بذور العنب شحال كمية معلقة 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 نعم غندوبو زبدة الشيا وغادي نديرو المعلقة الكبيرة ديال بذور العنب معلقة ديال الالويفيرا غنخلطو مزيان غيولي لينا بحال كريم نيت ماشي بحال كريم نيت هذيك الكريم كتجي رطبه بزاف يعني غادي ترطب ليهم وتبيض ليهم هذيك المنطقه اللي تحت العين دائما كناكد تحت العين وفوق العين ولكن دائما يردوا البال ما يدخلوش لعينيهم يعني فوق العين بعد مرات كديك البلاصه كتكون عندنا كحلات هي ما كنردوش ليها البال نعم ودائما بالطبطبه دائما والمساج ويلا باش الا بغاو ينقصوا من التجاعيد يعني ضروري خاص المساج انت كتكلمي على المساج وانا تذكرت بالنسبه للنساء اللي كيديروا اليوغا للوجه ديالهم حتى هما عندها واحد التاثير مباشر اللي كيكونوا متخصصين ولا حتى دي فيديو اللي كنشوفوهم في يوتيوب ولا في انترنت اون جينيرال واش كتنصحيهم بالنسبه لهم يديروا هذا اليوغا للوجه ديالهم اللي تنقص لهم هذا التجاعيد من تحت العينين نعم انا كنصحهم يديروا اليوغا يديروا رياضه ديال الوجه كامله رياضه ديال العينين حتى هي كل شيء هاد اليوغات وهادو مزيانين نعم تبارك الله عليك شامة كنتمنى الناس اللي متبعينا من خلال صفحتنا فيسبوك ولا حتى الناس اللي كيسمعوا لنا إلا فاتهم شي حاجة يمكن لهم يعاودوا يرجعوا لبثنا المباشر فيه مجموعة من الوصفات اللي لالا شامة زودتنا بهم تكلمنا على الهالات السوداء أعطتنا جوج ديال الوصفات وتكلمنا أيضا على التجاعيد وتكلمنا على الانتفاخ لالا شامة كاين شي وصفة أخرى بالنسبة للانتفاخ نعم غنعطيهم وصفه انتفاخ في نفس الوقت هذه كتريلاكسي لينا العين ديالنا يعني كتريح لينا العين ديالنا غادي ناخذوا الشاي الاخضر الشاي الاخضر هذوك الخنيشات تيزان هذوك كنحاولوا نرقدوهم في الماء يكون دافي ماشي سخون دافي
ونهزوهم نتأكدوا على أنهم راهم شوية دفعوا ونحطوهم نسدو عينينا يعني ونحطوهم فوق العين مباشرة ونخلي العين ديالنا ترلاكسة يعني هذاك الشيء الأخضر مفيد جدا يعني كي ريح لنا العين ديالنا صرتو لك تي جاية وتعبانة النهار كله هذا غادي نقدو نديروها حتى نهار نهار لا ما كاين حتى شي مشكل وهذاك الخاصية اللي في الشيء الأخضر يعني ذاك الماء المنقوع اللي فزقنا فيه ذاك نعم تماما هو اللي غادي يكون دواء لهذاك الانتفاخ وهذاك الزرقية اللي كتكون عندنا تحت العين يمكن حتى الناس اللي كيديروا خلاص هذه وصفة كنشوفوها من ديما ديال الخيار أييه حتى هي كتكون إيفيكاس بالنسبة للعينين اللي كيكونوا عيانين ولا سخونين كاين الخيار كاين البطاطا مطيشة وقيلة لا نعم مطيشة المطيشة ما يمكنش نديروها نعم لا مطيشة علاش فيها أسيد يعني أحسن لا وانا الغريب انه البارح قلتها لك غزلان انني شفت باللي في الموضه ديال 2021 الهالات السوداء ولاو دارجين طوندونس الناس كيديروا ديكريم باش يبانوا الهالات السوداء غريب جدا هادشي اللي شفت انا البارح في لي ريزو سوسيو كل واحد العيالات بلا ما يتقلقوا لا يخليهم زعما ماشي مشكل ما يأثروش عليهم حيت كيكون صراحه بالنسبه للمظهر النساء كيكون تاثير نفسي لان ما كترضاش على راسها تقول انا كي دايره واش هذا كتبان عيانه ولي شويه يقولوا مالكي واش مريضه واش هذا وكيأثر عليها وحتى بالنسبه للتجاعيد بعض المرات كتعطي واحد العمر اكثر من العمر الحقيقي سواء لا كانوا تحت العينين ولا حتى في ديك الملاقيه هنايا فين كنا نضحكوا ما عرفت واش عرفتيهم الحجب والعين اييه حتى هذوك يكون واحد التجاعيد دقيقه واش هي كاينه وصفات ولا نفس الوصفه اللي درناها من تحت الجفون ديالنا هي اللي عندنا اللي غادي نديروها ما بين الحجب والعين نعم هذيك اللي قلتي دابا ما بين الحاجب هذه كنعطيهم وصفه زوينه بزاف الى سيدات عندهم متوفر لوبان الدكار نعم لوبان الدكار هذاك اللوبان الدكار يديروا قبل البيض ديال البيض اللي قلت لك قبيله اييه ويديروا معاه معلقه صغيره ديال الشوفان ياك دائما هنا كندخلوا لا فيتامين او لانها مفيده للبشره يعني كتزيد تعاوننا يعني قلنا لا فيتامين او جوج كبسولات معلقه صغيره ديال الشوفان والبيض ديال البيضه وحنا كنديروه غنحسوا على ديك البلاصه بدات كتجمع منين بغيو سمعي مزيان هذا الاخر منين بغيو نغسلو غنديروا بحال كوماج وماشي غادي غنطلعوه للفوق يعني كنجبدوه وغنطلعوه للفوق ولكن بشويه ما نحاولوا ما نجرحوش البلاصه يعني فهمتي كيفاش نعم نعاودوا الطريقه باش توضح عند المستمعين ديالنا تفضلي غناخدو قلنا بيض ديال البيض معلقة ديال الشوفان ولا فيتامين أو جوج كبسولات غنخلطوهم مزيان وغنحطوها على البلاصة ديال التجاعيد ما بين الحجبان غنخليوها واحد المدة ديال 10 دقائق صافي غنحسو بها كرمت 10 دقائق راها كافية نعم مي غنبغيو نغسلو غنبللو يدينا وحنا كنديرو أن كوماج يعني كنغسلو حركة دائرية نعم حركة دائرية وحنا كنطلعو من الفوق الجبهة للفوق جهة الشعر يعني كنطلعو من الفوق كنجبدو تماما دابا انا كنقول لكم كنديرها بيدي وكنتمناو تكوني حاضرة معنا باش يشوفوها الناس ويعرفوا كيفاش الطريقة الصحيحة نعم ان شاء الله ملي غنسالي وغادي نغسلو ديك الساعة ناخذو المنقوع ديال لوبان الدكر وغنرشو وحنا كنرشو كنديرو ان مساج ماشي غير تما جبهتنا كاملة يعني حتى جهة النواظر اللي كيكون البلاصة ديال التجاعيد مكمشة ايه غادي نجبدوها مزيان وبديك الماء ديال اللوبان ونخليو هذاك الماء ديال اللوبان ديك الليلة نباتو به حتى من الصباح ونغسلو وتلقي بيا الا قلت لك زعما هادي الا داروا السيدات هاد الشيء وتبعوا راه ما نقولش لك يعني كاين العلاج ما نقولوش 100% ولكن غادي تبقى السيده كنتمنوا حنا كذلك لالا شما غادي نمشيو فاصل وغادي نرجعوا نكملوا باقي الوصفات مرحبا مستمعينا دائما على امواج اذاعه مدينه فم برنامج اسرتي حياتي وفقره الجمال مع الاخصائيه التجميل الشامه نقود اللي كتعطينا وصفات كثيره ومتعده سواء كتخصكم البشره ديالكم الشعر ديالكم وحنا موضوعنا اليوم كنتكلموا على جمال العينين عموما وصفات عطاتها لنا كثيره ومتعده لالا شامه حنا مازال غادي نكملوا ولكن ماذا بينا نجاوبوا بعض المستمعات من خلال صفحتنا فيسبوك مستمعه كتقول صباح الخير انا اختي عندي غرق وتجاعيد عيد وسواد تحت العين وعملت وصفات كثيرة بدون نتيجة جزاكم الله خيرا باش نقلك تنصحي شما هاد المستمعة هادي
يعني دير هذه الوصفات اللي عطيتها اليوم تحاول تجربهم وتشوف النظام الغذائي ديالها وتشوف السبب منين جايين عندها. يعني ماشي غير الوصفات غديرهم وهي مثلا كتعب بزاف كتخدم بالبي سي يعني كتعيش مزيان حتى هو تماما يعني الوصفات الا ما كناش غنداوموهم او لا ما كندويش غير على الوصفات حتى لي برودوي ديال الطبيبه ولا هذا اذا ما كناش غنداومو وما كناش غنعاونوا راسنا بهاد بشي حوايج اخرين يعني ما غتعطيش نتيجه سواء في الوصفات ولا في حاجه اخرى. نعم يعني تتحاول تجرب هاد نعم وي كاين سؤال اخر بان مستمع كنظن هو جاوبنا عليه ولكن كنتمنى من المستمعات يعاودوا يشوفوا البثنا المباشر باش لان كاين اجوبه الشافيه والكافيه اللي قالت لنا شامة كتقول انا بشرتي جافه وعندي تجاعيد تحت العين باش تنصحوني. كانت عطاتنا للشامة وصفه وبالنسبه انسيغون بالنسبه زيت اللوز الحلو وزيت الورد وزيت جوجوبا هنا غادي هاد ثلاثه المكونات غادي يحاولوا حتى تقدر ديرهم حتى البشره ديالها كامله. لا وهذا هو السؤال اللي كانت سولتنا عواطف قالت واش يمكننا نديروا هاد الوصفه لبشرتنا كامله خصوصا في السواد بين في الباي الفم الفم نعم تقدر دير البشره ديالها كامله تدهنها كلها وتخلي واحد المده ديال 20 دقيقه ولا تغسل ديك الساعه مي غتغسل العوينات ديالها يعني تحت العادات تغسل وجهها. نعم تبارك الله عليك لالا شامة بزاف ديال الناس كيسولوا عليك وتيقول لك حتى هما بغاو الصفحه ديالك. كنتمنى في نهايه الحلقه تعطيهم الصفحه ديالك من الناس اللي كيتبعوك وباغيين يزيدوا وصفات اخرى. لالا وفاء كتقول صباح الخير والورد شي وصفه الهالات السوداء وحب شباب وشكرا وكتمنى ايضا بانك تجاوبيها. نعم حب الشباب غادي نعطيها وصفه ديال السدر الا كان حب الشباب غالبا غادي تكون عندها بشره دهنيه اللي كتفرز لها الدهون في البشره ديالها باش كيعطيها حب الشباب. الو غنعطيها الوصفه ديال اول حاجه خصها انجيل نيتوايون خاص بالبشره ديالها. ياك غادي نعطيها السدر مطحون مع معلقه ديال الطين الاخضر. السدر مطحون مع معلقه ديال الطين الاخضر غادي دير ملي غادي تغسل وهي كتغسل وغتخرج لها الرغوه وهذاك السدر كيطلق واحد الرغوه ديك الرغوه هي اللي غتنقي ليها المسامات يعني باش ما غيبقاش ليها الزيوتات في الوجه ديالها. من بعد تغسل وتعاود هذه الوصفه مثلا جوج مرات في الاسبوع حتى ثلاثه ديرها مده 10 دقائق وتغسل وجهها. هنا غادي تشوف على ان البشره ديالها ما غتبقاش دهنيه مع المده ديال شهر اولا غتبدا ترجع تو نورمال يعني بشره عاديه. نعم وضروري كنأكد على ان هذاك لو جي نيتوايو غادي يزيد يعاونها ياك. الكريم واخا كاين بعض السيدات كيقولوا ان واخا البشره ديالها دهنيه ما خصهاش دير زيت لا كاينين زيوت اللي كيف كنقولوا حنا ناشفين بحال زيت الليمون. نعم زيت الليمون زيت المشمش يعني هنا فهمتي تقدر السيدات دير هاد الزيوت راه كيعطيوها فائده اكثر. تقدر دير لي كريم خاصين بالبشره الدهنيه. نعم هنا خاص الروتين ضروري. كاينة صابرينا كتقول باللي عندها بغات طريقة ديال العناية بالجفون العلوية المرتخية واش خصها عملية جميل لشد الجفون ولا تقدر انها تستعمل فقط شي وصفة وتنظن حتى داك المساج اللي قلنا قبيلة ديال انه بالحاجب والعين غادي في نفس السياق واليوغا للوجه حتى هي. قلت لك علاش قلت لك دائما ملي كان تحت العينين ما كنداويهمش يعني راه كنساو حتى فوق العينين. انا دابا من الصباح انا كنقول لكم فوق من فوق نفس الوصفة نعم حيت انا عارفه شنو كاين يعني بعض المرات السيدات راه الفوق بقوه هذاك الايلاينر ولا فغا بوبير اللي كنديرو راه كتولي عندنا كحله وما كنردوش ليها البال. يعني تما خاصه تما العنايه وتما راه ما عندناش واحد الجلده اللي هشيشه يعني نقدروا نديرو ماساج كيف قالت غيزلان يوغا وديك الساعه هي عندها الامكانيات طبعا تقدر تدير العمليه الجميل اللي شد الى عندها الامكانيات ولكن اوموان بعدا شي حاجه طبيعيه يكون احسن احسن بالنسبه ليها. كنا كنتكلموا قبيله على ذاك التجاعيد اللي ما بين العين والحاجب خصوصا كيداروا اما بقوه الحركات اللي كيديروا بوجهنا وحتى بالضحك كيتطرسونا واخا كتكون بعض المرات رقيقه ولكن مع تقدم في العمر كتزاد. بديتي كتعطينا وصفات نكملوا الا كان شي وصفات اخرى اللي نزودوها المستمعات الاوفياء والمستمعين الاوفياء ايضا. نعم كاينه وصفه اليوم يقدروا يديروها السيدات اليوم انا ننصحهم يديروها وعندهم في الدار يشدوا غير الحمص مطحون
ويسلطوه بشوية الحليب. نعم. ويديروه لهذاك. شوفي إذا كان عندهم دابا أنا دائما كنزيدهم هما يجتهدوا، إلا عندهم مثلا سيروم فيتامين سي أو لا أوميغا 3 أو لا فيتامين أو نزيدو دائما كنزيدو بالقياس، مثلا قياس معلقة صغيرة ولا كبسولة جوج ثلاثة ما نفوتهمش. هو هو الاجتهاد لالا شمع، راه ما يمكنش نجتهدوا في شي حاجة اللي أي حاجة نجتهدوا في شي حاجة اللي نعرفوها بأن ما غدرناش ولكن غتنفعنا، بحال اللي قلتي فيتامين أو كنعرفوا بأنه كيحافظ وكيعطي واحد النضارة وكان مجموعة ديال الفوائد اللي يمكننا نزيدوها. بعد المرات نقدو نزيدو شي حاجه مع شي حاجه وتعود علينا بالضرر او لا 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 شمع. نعم، ولكن فيتامين او فيتامين سي قدر ديروه، هادو بجوج اللي يمكننا نضيفوهم، حاجه واحده اخرى نخافو. نعم. نديرو الحمص مطحون والحليب. نعم. وديك الساعه بغات السيده تزيد لا فيتامين او زدتو. غادي نديروها معلقه صغيره ديال الحمص وغادي نخلطوها ونديروها بلاصه ديال التجاعيد، نقدر نديروها على الوجه كامل، ولكن السيده الا بغات تقدر دير غير البلاصه اللي عندنا فيها التجاعيد جبهتنا وحتى الجناب ديال العينين من الجهه الاخرى، يعني الجناب بعاد على العين. اييه احنا دائما الشامه في العين غادي نسولو حتى على الرميشات. شي وصفة اللي أنها تقدر تتعاون على النساء اللي عندهم مشكلة الرميشات واللي تيبغيو أنهم يحافظوا عليهم ولأنه يكتفوهم. وكنسمع مثلا بزاف ديال الناس كيقول لك استعمال ديال زيت الخروع، ولكن زيت الخروع كذلك إلا ما عرفناش أننا نستعملها ودخلت للعين تدير لنا مشكل. تماما. فواش كاين شي وصفة اللي يقدروا أنهم تعاونهم في تكثيف الرموش؟ خصنا نقول ماشي رميشات خاولة لالا شمع، ما نقولوش رميشات، حنا بغيناهم يكونوا كتار رموش نكبرهم عاد. نعم نعم. كاين بلاتي ما كملناش الوصفة ديال الحمص. اها كملي. غنديروها 10 دقائق باش البنات ما يبقاوش يسلقوا 10 دقائق، ومن بعد يغسلوا البشرة ديالهم ويديروها جوج المرات في الأسبوع. اها بالنسبة للرموش، الرموش نقدروا نديروا الشاي الأخضر، منقوع ديال الشاي الأخضر. غادي نديروه على شكل رشاشه وغنرشوه على الشفار ديالنا من بعيد ونرشوه، اولا غناخذوا مثلا كوتونتيج غنبللوه في هذاك الشاي الاخضر وغندوزوه على الفوق ديال الشفار ديالنا، يعني نحاولوا نديروا ماسكارا تماما، نحاولوا نهزوا البوبيغ ونديروا الفوق ديال هذا ديال الشاي الاخضر زوين بزاف، وحتى الشاي العادي غنقدروا نديروه، ولكن يعني شاي عادي بلا سكر بلا حتى شي حاجه. دونك غير الشاي مع الماء دافي. المنقوع ديال الشاي راه مفيد، نقدروا نديروا حتى لا كامومي يعني البابونج، هادو كلهم مزيانين للشفار. الا كانت السيده ما غتقدرش دير الخروع ولا كيبتي، كاين بعض السيدات ما كيعرفوش طريقه الاستعمال. اييه جميل. كذلك كاينه واحد السيده، واخا هو موضوع كنا هضرنا عليه في حلقات سابقه ولكن ما فيها باس نعاودوا نفكروها، كتسول على انها كتعاني من تساقط الشعر. واش كاين تساقط الشعر؟ هضرنا حلقه عليه. واش عندها تساقط حاد او لا عندها تساقط عادي، يعني هنا خصها تعرف. بالنسبه للتساقط كاينين بزاف الوصفات، يعني تقدر دير مثلا الماء ديال البصله، ماء ديال البصله دير معاه مثلا الزيت ديال الزنجلان، دير معاه الزيت ديال الثوم معلقه ما نفوتوش معلقه زيت ديال الثوم. اييه نعم. هنا غيولي عندنا علاج اللي غادي انا كنأكد عليه، نأكد لكم عليه انه غيحبس ليها تساقط الا ما كانش عندها شي مرض، يعني الا كانت غير عادي غيحبس لها تساقط، في نفس الوقت غادي ينبت ليها الشعر، يعني كان عاجز او لا غادي يطول، لان الماء البصله وزيت الثوم هنا كيلعبوا الدور ديالهم هنا كبير ومع المكونات الاخرى. وفي نفس هذا النطاق هذا شمع، بعض الناس هما كيطيحوا لهم شفرانهم من غير بان هذه الوصفه اللي تكلمتي لنا شي وصفه اللي تنبتهم، ماشي غير تقويهم، مي هذوك اللي كيطيحوا لهم يعاودوا يتجدوا ويوليو مزيانين. هو بالنسبه للشفار ملي كيطيحوا راه كينوضوا كيخلفوا هما اصلا عندهم السن ديالهم يمكن 100 يوم باش كيعاودوا يعيشوا 100 يوم وتيعاودوا. كياخذوا الوقت كبير باش كتنوض الزغبه الصغيره، ولكن راها كتنوض سواء درتي وصفه ولا ما درتيهاش، لا كينوض من التغذيه ديالنا. نعم. يعني من الجسم عندنا كينوض لينا الشعر ديالنا، ودائما كنبغي نقول للسيدات ان الزغب اللي عندنا في الحاجب وفي الشعر ماشي هو الشعر. باش ما يبقاوش يديروا فهمتي كيفاش؟ يعني مثلا الا كان قوي في شعرهم راه يقويو حتى حجبانهم، هذا هو المنطق اللي تكلمتي عليه.
يعني راه الشفار عندهم حتى هما واحد الوقت باش كينوضوا، الحجبان عندهم وقت ديالهم، الشعر كينوض كينوض يعني بالزربه عليهم هما. غير هو كنشوفوا بعض الناس اللي في شفرانهم خفيفين وخا زعما دو ناتور ماشي غير حيت راهم كيتجدوا هي كيبعدها. واذا غتقول لنا وصف انك كيفاش كتقوي شفرانك من غير الوصفه اللي تكلمتينا عليها. واحد النقطه مهمه باننا كنتكلموا على الشفران، بعض السيدات وسورتو البنات اللي كيكونوا يلاه في مقتبل العمر تيبغيو يفرحوا براسهم تيديروا تيركبوا الحجب الشفران، وسواء داك اللي كيركب بوحديته ولا سيل بارسيل ولا كيديروا واحد التقنيات اللي كثيره ومتجده، حتى هي كتاثر ولا ما عندهاش تاثير الى سمحتي شاما؟ لا عندها تاثير طبعا، عندها تاثير لان كاينه لاكول داك لاكول على الله شنو فيها في كمكونات وفي العين راه صعبه. وعاد عاوتاني الا بغات الدريه تفرح براسها ولا كاينين دابا مراكز مختصه في هذا في الشفران، ولكن يعني ماشي بديك الحده اللي غادي يطيحوا لك بزاف، شويه مي كومين كيكونوا عارفين شنو كيديروا. ماشي بحال الا مشيتي شي بلاصه اخرى ولا ركبتيهم راسك او ما عرفتيش، يعني راه كيكون داك الشيء عبار اي وناس راه وقعوا لهم تعفنات في العين ديالهم. كتضرر بزاف، علاش؟ لان انا نعطيهم علاش، لان هي على شكل كحله ومني كتلصق كتجر معاها كتنتف. نعم كتنتف نعم. الوغ هنا خصهم يردوا البال، ولا كانوا مثلا كانوا مركبين الشفار وحيدوهم يديروا المنقوع ديال الشاي الاخضر او لا يديروا الماورد، راه الماورد اللي غسلوا بها عينيهم راه مزيان. الزهر حتى هو نعم. نعم. بقناش بزاف ديال الوقت شامة، ولكن بما أننا تكلمنا على الشفران ضروري نتكلموا على الحجبان والعين والحاجب، ضروري كتكون عندهم واحد تأثير سحري بالنسبة للغة العيون. ولكن كنعرفوا بأن حتى هما كما ما يسري على الشفران بأن كندير لهم سواء كنتفوهم سواء كيقادوهم ميكرو بلايدين كنظن بزاف ديال الحاجات اللي كنبدعوا فيها بالنسبة للحجبان، وكتأثر أكيد سلبا لأن بعض المرات كنلقاوهم بحال قاعين ما كبرينش كاملين متساويين، كنبغيو حتى نقويهم وتعطيهم واحد الجمال. وكاين حتى النساء اللي كيصبغوا حجبانهم الا صبغوا شعرهم، حتى هادو مجموعه من الاشياء اللي كتاثر سلبا على الصحه ديال الزغبه ديال الحاجب. كوصفه اللي نقوي بها حجباننا وتعطينا واحد لافي ناتوريل الا بغينا نقولوا. نعم وصفه اللي غديهم سهله بزاف اللي غيقدوا يداوموا عليها، يعني ما غيعجزوش عليها، ياخذوا الزيت ديال القرنفل. الزيت القرنفل هنا زوين بزاف، يدوزوه بحال غادي يصبغوا كيف قلتي، غادي يدوزوه على الحواجب ديالهم ويخليوه مثلا بالليل واحد ما يباتوش به، يعني يخليه واحد المده ديال 25 دقيقه حتى 30 ويغسلوا. كاينه عاوتاني واحد نعطيها بالزربه، هي صباغه طبيعيه في نفس الوقت راها كتقوي لهم الزغبه، غادي يديروا نعم غادي يحتاجوا القهوه مطحونه والقرنفل مطحون. نخلطوا هاد المكونات بالماء ديال القهوه اييه امي غنديروا غادي يجي بحال كنصبغوا، يعني كنديروا كنصبغوا في الحاجب ديالنا وكنخليوه غادي يكرم، غيشوفوا على انه غادي يكرم ويخليوا هذيك القهوه كتصبغ لينا ديك الزغبه. يعني من بعد مع المده الى داومه السيده غير 15 يوم كيدبا لها ان اللون ديال هذا ولا ماغون، يعني غادي وكيتصبغ بلا ما تحتاج. وكاين واحد الحجبه واحده اخرى كنظن حتى هي كتصبغ، ما عقلتش صراحه على سميتها، كاينه الحرقوس. الحرقوس عاد توليني نقول اييه هي هذيك، كنتسنى لان تلف لي السميه ديالها، هي الحرقوس مفيده حتى هي مزيانه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يصبغوا حجبانهم. زوينه غير هي واحد نعم عندها اللون مجهد، يعني السيده اللي ما عرفتش ليها كتصخو لا خرجت ولا شي حاجه صافي كتصبغ وكتبقى كتدبغ داكور، حيت هي مع الوقت كتبقى تخفاف وخاصك عاوتاني ديريها ياك شامه. تماما، ولكن الا درتيها بزاف وقويتي راه شويه كتعطيك بزاف. ولكن زوين الحرقوس زوينه، وخاصة نكونوا كنعرفوا نطراسوا حجبالنا مش ديري شي شكل تبقي في شي حاجه ما هياش. لا راه تقدي تراسي بقلم تراسي الحاجب ديالك تبغي. نعم تبقى تبغي بالحرقوس غادا بشويه والحرقوس تا هو راه فيه الكحل والماغون.
دورة كيتخلط. تبارك الله عليك شامة. وكنت شفت مؤخرا واحد لا فيديو بالنسبة للحجبان كيحرقوا اللوزة وتهي كيبداو يديروا هالحجبان هم، واش هي تهي العظم ديال التمر، العظم ديال التمر واش هي مفيدة وشنو المنفعة اللي كدير الى حرقنا اللوزة ودرناها في حجباننا؟ مزيانه غادي تعطيك غير اللون ما غاديش تعطيك شي حاجه اخرى. ولكن كيف الحرقوس مزيان الا السيدات عندهم الحرقوس الفري راه مزيان. وكيفاش نعرفوا الفري من شي فري؟ حتى هو فيه يعني ما كيكون خاطر، يعني كيتطحن كيكون خاطر يعني فهمتي، توفي راه فيه بزاف. نعم تبارك الله عليك شامة. ما بقناش بزاف ديال الوقت، شنو يمكن لك تقولي لنا كاضافه اخيره باش نختموا حلقتنا؟ يعتنيوا بالتغذية ديالهم ويتهلاو في راسهم بزاف، يعني العناية ماشي غير بالوجه أو بالشعر، يعني بكل شيء، يعني الإيدين الضفار الإنعام كل شيء، يشربوا الماء مزيان وفوالا. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على لاباج ديالك شنو يمكن لك تدخلي لهم كاسم الاسمية ديال لاباج؟ الصفحة ديالي أخصائية تجميل طبيعي شامة نقود، اليوتيوب شامة نقود، انستغرام نعم شامة نقود لا فرنسي شامة نقود بالفرنسي شكرا غير الفلوس نقود. نعم الانستغرام شامة تيغي بالويت يانيس. نعم تبارك الله عليك شامة. وصلنا لنهاية البرنامج ونهاية الفقرة. الناس